ولما حبينا نروح لكابتن هاني أبو شادي علشان نسأله في الرياضة وقعدتنا في العربية وإزاي نعرف نكون أحسن ما يحصل لناش إصابة من المسافات الطويلة مثلا، فوجئنا إن هو عاشق للعربيات الكلاسيكية وكمان الموتوسيكلات. خلونا نروح معاه دلوقتي ونعيش المغامرة. كابتن هاني نهارك سعيد. نهارك سعيد يا هانم. اخبارك ايه؟ والله تمام الحمد لله. ايه الجمال ده؟ والله انا بحب الكلاسيك من زمان، اول مره ركبت كلاسيك كان من سنه 98 99 ودي فورد موستنج موديل 64 بيسموه نادره شويه؟ يس يعني يكاد يكون هي الوحيده اللي موجوده في مصر. فعلا؟ يس وبيسموها ماسل كار. ماسل كار عشان الانجن بتاعها بيبقى كبير، الهورس باور بيبقى عالي حوالي 300 هورس باور، والانجن بتاعها البيج بلوك اللي هو ال 5.7 لتر او 5.7 سي سي، ومتعه ما بعدها متعه للسواقه زيها زي اي حد بيتمتع ايه اللي شدك؟ ايه اللي شدك للعربيات وللكلاسيكيات؟ احنا عرفنا انها مش بس عربيات، موتوسيكلات كمان. وموتوسيكلات وصحراء وكده. طيب يعني انا بحب دايما الحاجه تبقى نظيفه، بحب الحاجات القديمه اللي بنعمل لها رينوفيشن وبنجددها والكلام ده كله، وبحب اركب الحاجات اللي هي وان بيس يعني نادره وما فيش منها. لا ما فيش منها. بالظبط. الركوب العربيات دي متعه زي اي حد بيتمتع بحاجه، زي الناس اللي بتحب الموتوسيكلات بتحب الصحراء بتحب الكلام ده كله، فانا بقى الماسل كار دي حياتي والكلاسيك ده حياتي. بيجي لك وقت بتاخدها بتتمشى بيها والحاجات؟ يوم في الاسبوع ده فعلا. يوم الجمعه بتغير بيها مود هاديه. بالظبط ترجع بيها للنوستالجيا الجميله. بالظبط وبشغل مزيكا قديمه وببقى ايه عايش الدور. عايز اعيش ده. والدوم عينيا. طيب إيه عندك غير العربيه دي او حابب ان انت تقتني غيرها كعربيه كلاسيكيه؟ ممكن ليه لا؟ ليه لا؟ هو بس الموضوع بقى ليه سوق كبير في مصر، خلي بالك. فالاسعار بقت عاليه شويه او مبالغ فيها شويه. كل نادر غالي. بالظبط. بس ان لو لغايه 100 عربيه وماله، يا ريت. يعني انت اصلا بتحب تقتني العربيات الكلاسيكيه، يعني لو كان عندك جراج بقى أو معرض للعربيات الكلاسيكيه كنت هتحب ايه الموديلات اللي تكون معاك؟ انا بحب كل ما هو ماسل كار، يعني احب الكورفيت القديم، احب الماستنج طبعا، احب الكامارو، ممكن الشيفي اللي هي الامبالا القديمه خالص الستينات، في عربيات كمان اللي هي الالفا روميو سبايدر والكلام ده، الحاجات الكونفرسبل والبابين والحاجات اللي فيري يونيك. ممكن دي بقى لو الف عربيه ما في، يعني موافق جدا احطهم في حته واقفل عليهم احط لهم كيس فاستخدمهم بس كده ايه يوم، يعني كل واحده كده يوم في الاسبوع مثلا ولا حاجه، وبعد كده ترجع تقعد في مكانها. صحيح بيقولوا العربيات ليها علاقه بشخصيات صحابها، فلو اتكلمنا عن الكوبيه مثلا عربيه تعبر عن شخصيه مين؟ بصي هو مش الكوبيه بقى، هو الانجن. يعني الموتور اللي بيعبر عن موتور صغير او موتور كبير. المواتير الكبيره دايما بيبقى، بس انا مش اجريسيف يعني، بس يعني تحب الحاجات بيبقى عايز يحس بالباور اللي موجود في ايديه او تحت رجله، مش شرط يستخدمه. يعني انا ما بطلعش مثلا ادوس بنزين علشان ما اعرفش اعمل ايه بالعربيه والجوده، لا خالص. اي فيل ذا باور وانا تمام، زي بالظبط واحد بيتمرن
ويت ليفتنج وبيطلع ماسلز وشكله معرفش عامل ازاي، بس هو ما بيستخدمش الباور ده في في في, في انه يأذي نفسه او يأذي الناس اللي حواليه. نفس الموضوع بالظبط. يعني تعتبر بتمرن العربيه مره في الاسبوع. ايوه بالظبط. برافو عليك. لازم تتحرك. العربيات الكلاسيك لو ما اتحركتش زينا يعني. يس العربيات. لا احنا مش كلاسيك. احنا جداد. احنا لازم كل يوم. احنا لسه جداد. العربيات الكلاسيك لو ما اتحركتش صدى ده عدو العربيات. اي حاجه رابر مع السلامه. كاوتش السلوك بتدوب يعني؟ ايوه طبعا من الركنه طبعا. ازاي طيب يعني بتعتني بيها ازاي؟ انا ملاحظه انا كل ما اسند بتقولي لو سمحتي لو سمحتي. مش فاهمه كده. انا لسه ما عملتش حاجه. ده انا هطلع الفوطه وه يعني ليه ليا بروسس يعني. انا قاعد كده بس عشان التصوير. ممكن اساعدك برضه. لا قاعد نص قاعده اللي هو عشان ما اسندش قوي. خايف عليها. هي الحاجات النادره بقى قيمه. انا بحاول اخلي بالي منها قوي يعني. بيقولوا ان الراجل بيهتم بعربيته اكتر من مراته. هل المعلومه دي حقيقيه؟ بصي طب خلينا زي بس عشان ما نوديش بلدي يعني. بصي انا حسواك في حاجتي شويه. طيب فهي من الحاجات اللي ممكن اقول ما بتتسلفش طبعا. من الحاجات اللي المفروض ما تتركنش في الشارع. تتحط في جراج. طب هنعمل ايه؟ جراج عشان كلاسيكيات او نادره. يس عشان لو اتحكه او اتخربشت خربوش او اتعكنن عليا هيتعكنن عليا وهعكنن على كل الناس اللي قاعده معايا. فلازم تتحط في حته ولازم يتحط كفر والتاني عليها. نميك شور ان احنا شايلين القطاش بتاع البطاريه ده عشان ما يحصلش اي ماس ولا اي حاجه. وتفضل نايمه في الجراج ليها فوطه معينه ليها السبريهات معينه للنظافه. يعني موضوع علشان النيكل كروم اللي تحتك ده يلمع ويبقى باللمع ده فيه بروسس. ده احنا بجد طبعا يعني غير العربيات دلوقتي يعني كبرها تروح لا العربيات دلوقتي انا بالنسبه لي ترانسبورتيشن بلا متعه. يعني عشان توصلني علشان احط الدي شغل التكييف مزيكا وتوصلني وتبر بلا متعه مهما كانت نوعها ايه ومهما كانت رخيصه مهما كانت غاليه بالنسبه لي بلا متعه. المتعه في القديم. المتعه في كل حاجه قديمه. صوت الانجن. وانا سامع الانجن صوته عامل ازاي. مظبوطه. الطلعه بتاعتها عامله ازاي وانا بركن ليها بروسس كده معينه وليها شكل معين. طب ايه رايك يا هاني بيك نجرب بقى العربيه الحلوه دي؟ يلا يا فندم اتفضلي. لا معلش لحظه واحده بس ليها الطريقه بتاعتها وفتح الباب والبصمات وكده. متاسف لحظه واحده فيه. لا معلش هي ليها بس طقوس كده بس عشان ايه انت بصمتي ما تخافش. انا لا ام سوري. اتفضلي. ممكن نشوف كمان؟ لا يعني بقى. شكرا.